ازيكم يا مواليد برج الحوت؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحوت. توقعات الأربعاء الموافق 22 مارس 22 أدار 22/3/2023، هيتم تكليفك بمهمات مختلفة جدا متعلقة بأسرتك وبشغلك. من الحلو انه يكون عندنا كل اللي بيكفينا من الطاقة والموارد عشان نعرف نحققها. النهاردة هيجيب لنا امكانيات هنلاقي من خلالها فلوس كتيرة جدا في اسرتنا، ومن خلال شغلنا هنبقى بنفتكر ان النهاردة اجتماعاتنا وكل الاحداث اللي مش متوقعة هتكون ليها احد الاحداث الشيقة في اليوم ده متعلق بامرأة او فتاة. بالنسبة لنا هتجيب النهاردة قدر كبير من العطفة والحساسية لكل العلاقات والشغل اللي بيبقى بينخرط فيه. هيكون من الحلو اننا نتعرف انه مفيش اي سلوك او تصرف عدواني من جانبنا. هنبقى بنتلقى النهاردة رفض كبير من المقابل اللي مش هيعجبنا. اطلاق في اليوم ده هيكون مهم جدا اننا ما نهربش من مسؤولياتنا والتزاماتنا، خاصة لما نستخدم الاعذار المختلفة واللي بتبقى مش صحيحة. هنتجنب بس اننا نتعلق او ننشر حاجات النهاردة بتبقى بتتعلق بالقيل والقال وبتبقى بتأثر على حياة الأشخاص اللي حوالينا. هتكون مهمتنا متعلقة بالأسرة، في أولويات كتيرة هنبقى بنتعمد النهاردة مع كل فرد من أفراد أسرتنا القريبين بطريقة ما. جيب لينا يوم الأربعاء تجارب عاطفية مختلفة هتبقى بتتعلق بأخبار عندنا من شخص قريب مننا أو حتى بعيد، في سفر مع أشخاص بيعيشوا خارج البلد. النهاردة هتكون في فرصة حلوة هتبتدي تظهر في حياة كل شخص مننا بشكل مهم فيها تواعد حلو جدا. هتطلب مننا بس اننا نعرف نديرها بشكل طموح اكتر وفي صبر اكتر عشان نعرف نحققها ونوصل ليها. يومنا حلو بكل المقاييس الحمد لله، في تجمعات، في تجارب أسرية حلوة. يومنا مناسب جدا لو حبينا نبتدي حتى في علاقة حب جديدة من نوعها. هنبتدي وننفذ خطتنا، ومهما كانت اختلافاتنا مع أسرتنا ممكن نضيف أموال كتيرة لميزانيتنا الشخصية. النهاردة هيبقى في أنشطة إضافية فيها مصادر تانية، هيتم تطوير الخطط والإجراءات المتعلقة بالبيت والممتلكات اللي ممكن تكون بأفضل طريقة ممكنة لينا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.